الحقيقه المهندس عدلي أشار على العلاقه الثنائيه اللي بين الكابتن صالح والكابتن حسن. يمكن شفت كتاب كان الأهلي بيطلعه في الستينات مع نهايه كل موسم كروي للناشئين في النادي بيشمل النتائج بتاعتهم طوال السنه وبيعمل تعريف بكل ناشئ صغير. تقريبا كان 16 17 سنه حسن حمدي محمود حمدي محمود حمدي إسماعيل يعني حتى الاسم أحو حسن أحو حمدي هو اسماعيل حمدي آه. كان بطل اولمبي بطل عالم في من ابطال العالم في الرمايه رحمه الله عليه ايوه فسالوا هذا الناشئ مين مثلك الاعلى؟ قال لهم صالح سليم فأنت متخيلين ان في ناشئ باصص على نجم كبير في الفريق الاول انه ده مثله الاعلى فتبقى النتيجه تجمع بينهم في كل مراحل علاقه الاثنين بالنادي الاهلي وفي اهم مراحل تطور النادي الاهلي يعني كابتن صالح مشرف على الكوره كابتن الفريق كابتن حسن حمدي يبقى في العلاقه مباشره بينهم كابتن صالح يدخل رئيس نادي فيعين كابتن حسن في اول دوره عضو مجلس اداره بالتعيين ثم بقى تستمر العلاقه بينهم عضو مجلس اداره منتخب امين صندوق نائب رئيس نادي رئيس بالانابه حتى توفى الله الكابتن صالح في صيف 2002 يخلفه بقى الكابتن حسن لرئاسه النادي ويفضل موجود بعد هذه العلاقه الطويله الحقيقه بينهم يمكن فعلا كنت تشعر انه الصوره اللي فاتت الثقه الكبيره اللي بينهم من القلب آه. الضحكة من القلب بين الاتنين ايوه يعني انا مثلا كابتن صالح في لندن م. في موضوع اه بص الصفاء آه. أوه. كويس يا شوارب برافو عليك. أوه. ففي في موضوع مثلا يا موضوع محتاج قرار، اكلم الكابتن. بعد ما يسمع يقول لي حسن رأيه. حسن رأيه <applause> لو حس ان في تطابق برأيه يقول طبع. لي اوكي. اه حس انه محتاج يقول له حاجة يقول لك سيبني أكلمه. خلي بالك لا يقول لي قول له صالح بيذكرك مش عارف إيه أو بيقول لك إيه. هي. لكن لو أصر ماشي كلامه. يمشي كلام كابتن حسن لأ لأنه هو اللي دارس أكتر من النقطة دي أوه. بس أنا أنا جات لي فكرة كده عدلي عايزه وخلي بالي منها إذا كان فعلا كابتن حسن أثر كان كان كلامه يمشي أو أحيانا يجد إن كابتن صالح نور له حاجة محتاجة تعديل في في القرار فكانت الثقة بينهم جامدة جدا جدا يعني مهم. الحقيقة الثقة دي يا جماعة يعني حتى لما الكابتن صالح لظروفه كتيرة كان بيتأخر بره بيفضل في لندن فترات طويلة كان بيثق أنه النادي إذا كان هو من خلال المجلس بيحط استراتيجية وبيحط سياسة على النحو التنفيذي والمتابعة والمكتب التنفيذي وإدارة النادي ومتابعة كل التفاصيل كانت هذه الثقة الكبيرة في الكابتن حسن عشان كده أعتقد الاختبار التاريخي اللي الأهل اتحط فيه في مبادئه بقى لأنه المهندس عدل أشار إلى جزئية مهمة جداً تخص الكابتن حسن احترافيا انه ما بيشتغلش من دماغه ابدا اهم حاجه عنده اللائحه اي عمل بالنسبه له لائحه اللائحه بتقول ايه وما عندوش استعداد يخرج براها يقولك لك طب اللائحه بتقول ايه وبيحضروا دايما ثوابت الالي بحيث ان لو اي حاجه اتناقشت لما بتطلع عليه حاجه ويحس ان يقول لا كده ما نبقاش الاهلي الاهلي ما يعملش كده ثوابت الالي حي قوي جواه حاضره باستمرار ودي جاية طبعا من خلال التاريخ الطويل لأنه ناشئ صغير في النادي يوصل ليبقى رئيس النادي الاختبار الحقيقي كان في 85 كابتن محمود الجهر عليه رحمة الله مدير فني للفريق فجأة بيصطحب عدد كبير من اللعيبة الأساسيين وبيتمرن بره النادي في نادي الشمس في مشكلة في أزمة حاصلة والكابتن حسن مشرف على الكرة يطلب ياخد سلطات مدير الكرة كان الكابتن هاني مصطفى عليه رحمة الله عشان يواجه هذا الموقف ولما الكابتن صالح سأله عملت ايه قال له لو ما عملتش كده كنت هزعل اه لا انا عايز النقطة دي عايز اشرحها كويس آه. لان الكابتن حسن حكاها لي يعني م. قال لي انا يعني كنت عضو مجلس ادارة وحمزة الوصلة بين الادارة زي مشرف كرة مشرف على الكرة آه. لما حصلت الازمه هناك قرارات من صلاحيات مدير الكوره مش من صلاحيات المشرف وكان الخلاف بين الكابتن الجوهري مع مدير الكوره كابتن هاني هاني فهاني كان جميع. متقدم باستقالته فيش مدير كوره فطلب من ما راحش بقى من المشرف انت هتقول لي انت بتعمل ايه وبتتكلم ليه فراح طلب من المجلس ادوني صلاحيات مدير الكوره لان مفيش مدير كوره عشان في قرارات عايز اخدها بتخص اللعيبه ودي من صلاحيات مدير الكوره مش من صلاحيات المشرف. هذه الدقه وهذا المعيار الدقيق بيقول لك ده مين؟ لكن اللي يلفت نظرك اكتر ان الازمه دي لم يكن حسن وكيلا للنادي الاهلي ولا رئيسه. كان وكيل النادي واحد من اقوى وكلاء النادي عبر تاريخه كمال بيه رحمه الله عليه كمال حافظ مم. وكان راجل متمسك برايه زياده على اللزوم يعني. يعني يعني آه فانت كان كابتن حسن هياخد قرار مفيش مجلس اداره يعني الطبيعي يقولوا له لا ايه اللي بتقوله ده؟ هتوقف 16 و17 لعيب وهتعمل مش عارف ايه وكل اللي قدر عليه كمال بيه انه يقول طب على الاقل نخلي الكابتن الجوهري نوجه له اللوم ونخليه عشان ما يعملش فراغ مره واحده لا هاني موجود ولا اللعيبه موجوده ولا مدير ولا المدرب موجود هيبقى فيه فراغ <applause> وتوقفوا اللعيبه ورفض الكابتن حسن ومن بعده بدعم من الكابتن صالح ان يرفع لقاف حتى بعد الفوز على الزمالك في دور الثمانيه ولعبوا دور الاربعه اظن قدام الترسانه وفي النهايه كان غزل المحل على ما اتذكر طيب. يعني